عايزك تكلميني سريعا على فترة المرض، لأن كان في شائعات كتيرة جدا ظهرت في الفترة الأخيرة من أول إصابته المرض لحد ما توفى الله يرحمه. انا زعلانه من الناس ان هي طلعت اشاعات، لان احنا الحمد لله والشكر لله، وقالتها الفنانه نهال عنبر انا بشكرها جدا جدا، قالت يعني انا بشكر بناته واولاده ان هم خدوا بالهم منه بالطريقه ديت، وانا رحت وشفت بنفسي. يعني احنا اتظلمنا كتير قوي في موضوع بابا، لكن انا ما بيهمنيش غير اجري عند ربنا، يعني واخد بالك؟ لما انا في اخر سفريه قاعده مع بابا 7 شهور في المستشفى في السعوديه انا وهو، لا دخل علينا عيدين ورمضان وعيدين، يعني فعلشان هو يبقى كويس وعشان هو يبقى في احسن حال، فمحدش هيبقى حنين على ابوه اكتر من ولاده طبعا. فانا بقول للسوشيال ميديا انتوا ظلمتوا، وانا دعيت على كل اللي ظلمنا. طب ليه ظلموا؟ انت حاسه كانوا بيطلعوا اشاعات علشان اليوتيوب يدخل لهم دخل، واخد بالك؟ ايه اكتر اشاعه ضايقتك يا ايمان؟ مثلا في اشاعه اخيره قايلينها وانا بقولها هي والناس هتفاجأ، بيقولوا ان النار تشتعل بين ابناء سيد زيان على الميراث. الكلام ده غير حقيقي بالمره بالمره. يا رب يا رب يا رب يرحمه، ويا رب يبقى في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. يا رب. كان شرفني ومنورني ايمان سيد زيان، نترحم يا رب. كلنا على الاب والجد والحما والفنان العظيم سيد زيان.